تزوجت امرأة وألح عليها زوجها، تزوجت امرأة وألح عليها زوجها وهو من إذان ألا تتستر عن إخوانه وإلا فليطلقها، ماذا تفعل مع أنها خائفة من الطلاق بل يفعل هذا هذه الأفعال أهل الجنوب كله؟ فنرجو مشكورين رسالة لمن يبعدهم الجهل عن هذا وخاصة أهل جيزان وعسير. الله المستعان. لا يجوز للرجل أن يفتح المجال لزوجته في سفور الرجال، هذا لا يجوز له ولا يليق منه أن يكون هكذا ضعيفا وساهلا مع أهله حتى يكشفن لإخوانه أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها أو ما أشبه ما يفعل الجنوب في غير الجنوب، هذا غلط، لا يجوز هذا، وليس لها طاعة، إنما الطاعة بالمعروف، فعليها تحجب وتستر، ولو طلقها إذا طلقها سوف يعطيه الله يعطيها الله خيرا منه إن شاء الله. قال الله جل وعلا: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وروي عنه عليه السلام أنه قال: من ترك شيء لله أمضاه الله خيرا منه. من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. ولا يجوز الزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحفظت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة والبعد عن الديانة. والله المستعان. نعم. هناك بعض القبائل بالحجاز، أذكر منها قبيلة رسالة في الحجاز موجودة، سوف توزع إن شاء الله في الجنوب وفي غير الجنوب. نعم.